هل تريد بدء البيع في موقع إيباي وربح المال؟ إذا في هذا الفيديو سأطلعكم على جميع الخطوات الأساسية التي يجب فعلها لبدء البيع في موقع إيباي. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. أولا عليكم التسجيل في موقع إيباي وموقع بيبال. عملية التسجيل في هذه المواقع سهلة وتتم بشكل سريع. ثانيا عليكم بدء إعلان منتجات لبيعها في الموقع. بحالة التسجيل في موقع إيباي، إيباي يعطيكم الإمكانية بيع 10 منتجات بقيمة $500 بالشهر. هذه هي القيود الشهرية التي موقع إيباي يعطيها للتجار الجدد في الموقع. لذلك عليكم بدء بيع منتجات مثل منتجات مستعملة في بيوتكم التي لا حاجة لكم بها، حتى أشياء لا تعمل أو مكسورة يمكنكم بيعها. أيضا يمكنكم التعاون مع الأقارب والأصدقاء والطلب منهم إعطاؤكم منتجات لا يريدونها أيضا. هذه المنتجات لن تكلفكم أي شيء. أنا متأكد أيضا لو كل شخص يفكر قليلا سيجد أنه يوجد لديه صديق أو قريب لديه مصنع أو تاجر يبيع منتجات بالجملة يمكنكم الطلب المساعدة منه. مهم جدا أن تبيع خلال الشهر الأول بعض المنتجات لتري موقع الإيباي أنك تاجر جاد وتريد العمل بالموقع، وأيضا لكي يرفع القيود الشهرية. حتى لو لزم الأمر بيع منتجاتكم برأس مالها أو حتى بخسارة، اعتبروا المبيعات الأولى استثمار لترويج منتجاتكم وتطوير مشروعكم في موقع الإيباي. ثالثا عند بيع بعض المنتجات وحصولكم على الأقل فيدباك واحد من إحدى الزبائن الذي اشتروا منكم منتجات يمكنكم التواصل مع إيباي لتطلبوا منهم رفع قيودكم الشهرية. عادة إذا إيباي يوافق لرفع القيود سيرفعونها من 10 منتجات ل100 منتج بقيمة $5000. رابعا إدارة المتجر بشكل مهني ومنظم. عليكم مراقبة صفحات مبيعاتكم بشكل دومي، إما من خلال تعريف كمية المنتجات في صفحة المبيعات، صور المنتجات، مربع وصف المنتج، وأن تغيروا عنوان المنتج بعض الحين والآخر لكي إيباي يرى أنك تتفاعل بالموقع. إدارة مخزونكم هو عامل مهم جدا. خامسا خدمة الزبائن، وهو إحدى أهم العوامل لنجاحكم في موقع إيباي. إياكم تجاهل الزبائن عندما يرسل لكم رسائل، وفروا لهم خدمة زبائن لكي يتحولوا من زبائن جدد لزبائن ثابتين يشترون منكم منتجات كل أسبوع أو كل شهر. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحتم في إضافة معلومات مفيدة لكم. ولكل الأشخاص المعنية ببدء البيع في موقع إيباي، جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تعلمكم كيفية بدء البيع في موقع إيباي. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات حالا. نحن الآن في سنة 2018 وإمكانيات ربح المال عبر الإنترنت هي لا نهائية، وأنا متأكد البيع في موقع إيباي هو من أفضل الإمكانيات الموجودة اليوم. أرجو كتابة أي تعليق عن الفيديو تحت وكتابة من أي دولة أنتم، يهمني جدا من يشاهد هذا الفيديو. أيضا لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم، سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.